السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نشرح محاضرات Glomerular ديزيز. أنا قسمتها إلى قسمين، نفروتك ونفروتك سيندروم. إن شاء الله بالبارت 1 راح نشرح نفروتك سيندروم، بعدين بغير بارت نكمل نفروتك سيندروم. زين، بالبداية هناخذ كمقدمة بسيطة عن Glomerular ديزيز. يقول لنا إنه Glomerular ديزيز account for a significant proportion of acute and chronic kidney disease. Most patients يكون asymptomatic until abnormalities are detected on routine screening of a blood or urine sample. تمام؟ كذلك يقولون إنه أكو many causes of glomerular disease. ممكن تكون يعني immunological causes، ممكن صاعدنا injury، ممكن inherited disease، ممكن metabolic يعني disorders. زين، وأهم شيء هنا هذا مش شرط أنا بدي هو يقولون إنه protein urea is the hallmark of glomerular disease. هذا شيء حطه بالنا. And however, the response to glomerulus of the glomerulus to injury and hence the predominant clinical feature vary according to the nature of the insult, ranging from fulminant nephrotic syndrome to rapidly progressive glomerular nephritis. إن شاء الله يعني من ناخذ الأنواع وهاي حنعرف شنو اللي معاني ذني الأسماء الغريبة. ويقولون هم إنه أكو several prognostic indicators are common to all causes of glomerular nephritis. و يعني ذني أكو certain يعني poor prognostic factors بالglomerular disease. هم حاطلنا كم نقطة. زين، بالبداية حنعرف structure مال glomerulus من شنو يتكون حتى نعرف وين قاعد يصير disease. فس هنا عندنا هاي glomerulus، شوفوا تتكون هي عبارة عن شنو. أول شيء هي glomerulus عبارة عن capillaries، أوكي، مسؤولة عن filtration of blood. فتتكون من شنو؟ أول شيء إحنا عندنا هاي الكابيلاري glomerular capillaries، هاي مأشر عليها شوي أصغر الخط. تمام، وعندنا وراها الإندوفيليوم، أوكي، وعندنا وراها البيزمنت ميمبرين والبودوسايت، وذولا ثلاثتهم راح يشكلوا لي البارير على مود الفلتريشن. هذا البارير شو وظيفته؟ يخلي يعني الدم يتفلتر، تخلي يعني مختلف أشياء تمر بالفلتريت، يعني من داخل البلط الى الفلتريت، مثلا الووتر، السولتس وجلوكوز، بس يمنع مرور حاجتين مهمة اللي هي الار بي سي واللارج مونيكولار ويت بروتينز. تمام، فهنا عندنا ان شاء الله مهمة البودوسايت. هاي شنو بيها في السالفة؟ انه هي يعني تكون عبارة عن نيجاتيف تشارج كوت، اوكي، حاملة شحنة سالبة. يعني شنو أهمية هاي الشغلة؟ هنعرف إنه عندنا بالبلازما بروتينز، يعني أكو بلازما بروتينز هم تكون نيجاتيف تشارج في الألبومين، بالتالي من تجي الألبومين يعني قريبة من عندها عشان يصير بيناتهم تنافر، هذا الشيء يمنع خروج الألبومين بالفلتريت، وبالتالي خروج الألبومين باليورين. هاي الشغلة كلش مهمة نحطها ببالنا. تمام، زين، فس عرفنا تقريبا هذا عن البيسك ستركتشرز أو ستركتشر أوف glomerular. إنه قلنا هو يتكون من عندنا endothelial cells اللي هي جوا عندنا راها البيزمنت ميمبرين، وراها اكو البودوسايت، وهذا يسوي لنا البارير حتى يمنع مرور اشياء معينه ويسمح مرور باقي الاشياء. زين، نجي هسه شنو نفروتك شنو نفروتك، ذولا من جايين؟ اول شيء نبدي بالنفروتك سيندروم. هنا ايش دا يصير عندي؟ دا يصير عندي دامج تو بودوسايت، هاي الخلايا قبل شوي قلنا عليها اللي هي تحمل نيجاتيف تشارج، يعني شحنتها سالبه على مود تمنع مرور البروتينز، تمنع خروج البروتينز وخاصة الألبومين. من يصير بيها دامج شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بروتين يوريا. تمام، راح يطلع عندي بروتين بيورين. هسه شوف اكو هاي الصورة، هاي الصورة حلوة توضح لك ايش قاعد يصير بالنفروتك سيندروم. شوف هسه هنا عندي هاي صار انفلاميشن اور دامج تو ذا glomerulus، خاصة يعني الجزء يلزم عندها هو البودوسايت. تمام، فطلع عندي بروتين هذا بالفلتريت، اجى طلع عندي صار عندي بروتين يوريا. طبعا احنا من نقول نفروتك سيندروم وبروتين يوريا لازم يكون يعني اكثر من 3.5 جرام بير 24 اور. هاي النسبه كلش مهمه، يعني هي هاي النسبه انديكيت ان عندك نفروتك سيندروم. تمام، زين، فحس عندنا سيفير اور ماسيف بروتين يوريا. من يطلع عندنا بروتين باليورين راح يصير عندنا هايبو البومينيميا، اوكي، الالبومين تركيز الالبومين بالبلد راح يكون قليل. من يكون عندنا هايبو البومينيميا
نعرف احنا انه عندنا الالبوم المسؤول عن الانكوتيك بريشر اللي هو شلون يعني ماكو عندنا هايدروستاتيك انكوتيك بريشر هذا المسؤول عن يعني شلون يعني يحافظون على الدم داخل الفاسكولار كومبارتمنت. تمام، دام الانكوتيك هو يريد يعني يدخل الدم، يحب الدم يبقى او الواتر او الفلويد يعني يبقى داخل الفاسكولار كومبارتمنت. فهنا من قد عندنا الالبومين راح يروح عندنا هذا الشيء، فش راح يصير عندنا أديمة أو swelling، لأن يقوم يطلع الفلويد داخل يعني من يطلع الفلويد من الفاسكولار كومبارتمنت إلى الانترستيشيا. تمام، فبالتالي صار عندنا يعني decrease volume in vascular compartment مثل ما قلنا. هذا راح أدي إلى شنو؟ أدي إلى يقل venous return to the heart. تمام، من يقل venous return to the heart راح بالتالي يقل cardiac output ويقل renal blood flow. من يقل renal blood flow راح يقل glomerular filtration rate. جينا أنا هذا البطل الرينين انجيوتنسين الدوسترال سيستم يتحسس لهذا الشيء ويقوم يشتغل. شو يسوي بالتالي؟ تنشن اوف صوديوم اند واتر، هذا بالتالي راح يزيد الاوديما صايرة عندنا ازداد سوءا يعني، كذلك ممكن يؤدي الى حدوث الهايبر تنشن. تمام، فهذا هو كان الباثوفيزيولوجي واللي قاعد يصير بالنفروتيك سيندروم. زين، نرجع هنا فنشوف هنا كاتب لنا النفروتيك سيندروم نفس الحكي يصير عندنا بودوسايت دامج امبيرد تشارج بارير اللي هي بروتين يوريا، وهنا يسموها ماسيف بروتين يوريا او سيفير بروتين يوريا او يسموها نفروتيك تشين نفروتيك رينج بروتين يوريا اللي هي تكون اكثر من 3.5 جرام بير داي. ومن يصير عندنا بروتين يوريا يصير عندنا هايبو البومينيميا، بالتالي يصير عندنا اديما. كذلك شو يصير عندنا؟ فروثي يورين. شو يعني فروثي يورين؟ هذا انه يعني كأنما يورين برهوة، شلون؟ اوكي، بسبب وجود البروتين باليورين. كذلك عندنا فشي يسمو فاتي كاست. شنو هاي فاتي كاست؟ يعني عندنا فات، يعني ماكو احنا نذكرون ماخذين اخذنا بداية اول محاضرات النفرولوجي ممكن بالميكروسكوبيك اكزامينيشن مال يورين اناليسيس نشوف كاست. زين، وهذا ممكن يكون عملها تكون فاتي كاست اللي يعني اكو بيها ليبيد. قلنا قلتها انه هي تمشي من نفروتيك سيندروم. ليش فاتي؟ ممكن ضل هي نفروتيك سيندروم يسألهم ليبيد يوريا. هسه ان شاء الله من نمشي شوي اكثر بالماده عن قصدي نمشي شوي اكثر بالموضوع اليوم حنعرف ليش يسألهم ليبيد يوريا. تمام، بس عرفوا انه الفاتي كاست يعني انا عندي ليبيد باليورين، هاي الشيء يمشي ويا نفروتيك سيندروم. زين، و ها طبعا اكو بعض الشيء نسيت اقوله بعرف، بس احنا مو قلنا انه دول اهل النفروتيك سيندروم راح يصير عندهم اول شيء يعني يصير عندهم هو بروتين يوريا وهايبو البومينيميا اديما ما ادري شنو. بعد شو يصير عندهم؟ يصير عندهم هيماتوريا. تمام، بس هاي يعني شلون بلس ماينس يعني لو الا لا يعتمد على حسب نسبه الدامج اللي صار لل يعني لل للجلوميرولاس الكابيلاريز. تمام، بعد شو يصير عندنا؟ ممكن يسألنا كذلك loss of immunoglobulin، بالتالي الشخص يكون معرض أكثر للإنفكشن. وبعد شو يصير عندنا؟ loss of لأن هي anticoagulant natural anticoagulant اللي هي antithrombin free وبروتين S وبروتين C، بالتالي هذا البيشنت أو النفروتيك سيندروم يكون معرض بشكل كبير للفينوس thromboembolism. هاي نسيت أقولها ويا الأشياء اللي تصير بالنفروتيك سيندروم. زين، هنا قلنا إنه صرنا عندهم hypercoagulable state due to antithrombin free loss in urine and risk of infection due to loss of IgG in urine. زين، ونعم عدد لعدد يعني الأسباب يعني هنا أسباب مال نفروتيك سيندروم إن شاء الله سنأخذها واحدة واحدة. هسه هذا الحكي كله كان عن نفروتيك سيندروم. نجي لعشنو يعني نفروتيك سيندروم؟ شوفوا نفروتيك سيندروم هي الاسم الأخ هو الجلوميرولار نفرايتس، إحنا هواي سامعين بيه. أوكي، فمن يقول لك glomerular nephritis يقصد بيه nephritic syndrome. هنا يصير عندنا inflammation and destruction of glomeruli وخاصة glomerular basement membrane. فهنا عندنا المين presenting symptom هو الهيماتوريا. اوكي ممكن يصير عندنا بروتين يوريا، يصير عندنا دامج للبودوسايت، بس هنا يعني شلون انه ما التارجت هنا مو هو البودوسايت بحيث يخرب عندنا النيجاتيف تشارج كوت. هنا التارجت مالتنا هو البيزمنت ميمبرين، فممكن يصير عندنا بروتين يوريا بس ما حيكون نفس كمية بنفس النفروتيك رينج اللي كان يصير ويا النفروتيك سيندروم. هاي شغلة مهمة نحطها ببالنا، فيعني احنا من يجي ببالنا نفروتيك سيندروم بروتين يوريا، نفروتيك سيندروم هيماتوريا. اوكي، هاي الشي مهم. زين،
فانا هم صعدني انفلاميشن اوف ذا بيزمنت ميمبرين، هذا انفلاميشن حيخرب شلون وظيفه الكدني، فبالتالي يخلع عندنا الجي اف ار. من يخلع عندنا الجي اف ار راح يصير عندنا اوليجيوريا، وهذا الشخص بالتالي يكون معرض للاكيوت كدني انجري. من يقل عندنا الجي اف ار راح يشتغل عندنا الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، بالتالي هذا الشخص يكون معرض يصير عنده هايبر تنشن. زين، فهنا يقول لنا انه نفرتك سيندروم يصير عندنا glomerular inflammation نفس الدامج و loss of RBC into the urine، معناته يصير عندنا هيماتوريا. طبعا تعرفون شنو يعني الهيماتوريا، هيماتوريا يعني RBC باليورين. تمام، زين هنا ممكن شنو نلقى؟ نلقى RBC هاي. ها شوف، لاني اكو شغلتين مهمات ويعني لازم نحفظها وندرخها. من نشوف RBC cast in the urine، نفس هاي الكاست اللي قبل شوي حكينا قلنا انه ممكن نشوف بالمايكروسكوب اشياء يسموها كاست. زين، من تكون حول هاي يعني بها RBC، متكونه من RBC، فهاي هي اصلا اول شيء من جاي هاي RBC كاست؟ جايه من انه ماكو هاي RBC، يعني اثناء مرورها بالتيوبيولز اللي بيها ستيك توجذر ان رينال تيوبيولز وسبعدنا هاي الكاست. زين، هاي الشيء يعني من نشوف RBC كاست بيورنا انت عندك glomerular disease، يعني هاي RBC مصدرها من الجلوميرولاس، فمو مصدرها انه عندك تيومر مثلا بالبلادر او باليوريتر او شوف شنو، لا مصدرها جلوميرولاس. اوكي، كذلك بنشوف عندك ديسمورفيك RBC بالمايكروسكوبيك اكزامينيشن ماي يورين، ايضا هاي يدلك انه هاي RBC جايه من الجلوميرولاس. تمام، فذني حاجتين مهمات نحطها ببالنا، من يقول لي RBC كاست، من يقول لي ديسمورفيك RBC، يعني اني هاي الار بي سي مصدرها جلوميرولاس، انا ايش عندي؟ نفرتك سيندروم. تمام، زين وبالتالي قلنا يقل عن الجي اف ار، اوليجيوريا، ازوتيميا، رين ريليز، هايبر تنشن، ممكن يصير بروتين يوريا، بس قلنا هاي يكون بالصب نفروتك رينج اقل من 3.5 جرام بير داي، بس ممكن بالسيفير كيسز مي بي النفروتك رينج. ليش؟ عشان احنا يعني شفناش كاتب نفروتك، اكو شيء اسمه نفروتك سيندروم، يعني هم بني يعني مو دائما يكون منفصلات، يعني نفروتك واحد بعالم نفروتك بعالم، ممكن يجون سويه، ممكن شخص عنده نفروتك سيندروم متحول الى نفروتك سيندروم. اوكي، عشان كلام اكو شلون يكون اعتقد اوفرلابينج بتوين ذم، فيعني فلهذا اكو فين يقول صب نفروتك رينج، ممكن يتحول على نفروتك رينج، يعني هيك. زين، ونعم عدد لك عده اسباب للنفروتك سيندروم، ان شاء الله همين بعدين ناخذها واحده واحده. تمام، وهنا هاي النفروتك سيندروم قلنا ايش قاعد يصير عندنا؟ سيفير جلوميرولار بيزمنت ميمبرين دامج، بالتالي يصير عندنا هيماتوريا، وكذلك امبيرد بارير يصير عندنا بروتين يوريا. زين، فبالتالي راح نشوف يعني يجي الشخص بريزنتد وذ نفروتك رينج بروتين يوريا اكثر من 3.5، كونكوميتنت فيتشرز اوف نفروتك سيندروم هي هيماتوريا، الايزوتيميا، الاوليجيوريا، ذني السوالف، كذلك الهم اسباب معينه. تمام، فهيك ان شاء الله هنكون خلصنا هاي المقدمه البسيطه عن النفروتك والنفروتك سيندروم. بقى الشغله اريد اقولها، شوفوا هنا حتى شلون نعرف انه يعني في شيء جبالي، حتى شلون نفرق نقول انه في النفروتك سيندروم وياها بروتينيوريا، ونفروتك سيندروم وياها هيماتوريا. على اساس هذا الرسم، شوفوا احنا دائما نقول يعني نفرو ماكرو، يعني في شيء كبير. اوكي، فهنا يا الجزء اكبر هاي لو هاي، مو هاي اكبر فهاي بروتين، فبالتالي يعني انه نفرو ماكرو وياها بروتين يوريا. اوكي، اما النفرتك سيندروم نقول مايكرو فشي صغير، فانا ياها صغيره ار بي سي، يعني اعتيادي من نقول بروتين وار بي سي منو صغير، راح نقول ار بي سي، او اي مو اعتيادي هو، بس المهم حتى نحفظها احنا، يعني شلون في النيمونيكوم ونيمونيك يعني كل زين، بس يعني حتى نحاول نحفظها انه ماكرو نفرو، فهنا بروتين شكلها أكبر فهي كبيرة، يطلع عندنا بروتين يوريا، ونفري مايكرو فهنا تطلع عندنا الـ RBC فيصير عندنا هيماتوريا. زين، هاي شرحناها الباثوفيزيولوجي، هاي الشيء يعني صورة حلوة حطيتها طلعوا عليها، هي نفس الحكي قلناه. زين، نبدأ أول شيء بالنفروتك سيندروم. النفروتك سيندروم is characterized by very heavy protein urea أكثر من 3.5 طبعا هنا جرام طارت. اوكي، بير 24 اور، بالتالي مصار عندنا بروتين يوريا حيصير عندنا هايبو البومينيميا اند اوديما، بالاضافه الى باقي الاعراض اللي ذكرناها.
زين. The blood volume may be normal, reduced or increased. Renal sodium retention is an early and universal feature. بالتالي عندنا يعني زيد عندنا الأديمة الصايرة. The disease that causes nephrotic syndrome all affect the glomerulus either directly by damaged podocyte or indirectly by causing scarring or deposition of exogenous material such as amyloid into the glomerulus. Investigation of nephrotic syndrome usually involves renal biopsy. شوفوا هاي سالفة مهمة، مو بس nephrotic syndrome، إنها بصورة عامة أي glomerular disease نسوي renal biopsy حتى يعني نشخصه، تمام؟ Although non-invasive test may also be helpful in suggesting the underlying cause. شوفوا كوا جدول هسه من حتشوفوا تخترعون نقولون شنو هاي الأشياء الغريبة، شنو هيباتيتس بي هيباتيتس سي. اوكي هو مو كل شيء خرع، لأن هسه ما حنشرح الأنواع مال النيفروتيك سيندروم، هسه كل السهل بس هسه طلعوا عليه إن شاء الله. من نكمل المحاضرة رجعوا له حتشوفوا شلون صار بسيط. زين هنا بس شغلة تعرفوها من هذا الجدول، عندنا شوي أشياء يسموها disease typically present with nephrotic syndrome. هاي إيش من إنه خمس أنواع من الديزيز وإن شاء الله حنشرحها هي نذني بالمحاضرة هاي. أكو يجن ويا fulminant presentation يعني تكون يعني severe and sudden in onset. تشمل إنه في شيء اسمه minimal change disease. طبعا ذني قسموها أعتقد يعني على شلون histopathological features مالتها. زين في minimal change disease هذا نحط ببالنا children. كل ما نسمع هذا ديزيز أول شيء جبانة children change children، تمام؟ فمينيمال change disease هاي شنو children. زين هاي شغلة حطوها ببالكم. بعد الثاني هو أو الفيلمنت برزنتيشن هو البرايمري vocal segmental glomerular sclerosis. طبعا هاي بيبرايمري بيسكندري، السكندري ما يكون فيلمنت، يكون يعني more indolent in onset، تمام؟ وعندنا sub acute presentation تشمل لنا اللي هي تكون more indolent in onset، تشمل لنا membranous nephropathy والأميلويد، وعندنا بعد gradual progression اللي هو diabetic nephropathy. هسه بس ذني عرفوا من هذا الجدول، إن شاء الله من خلص المحاضرة رجعوا له وشوفوا ذني سوالف investigation. زين in children minimal change disease is by far the most common cause of nephrotic syndrome. هذا الشيء قلنا احنا من نشوف children فيجينا children عنده السان والسيمتوم والنفروتيك سيندروم، عنده بروتين يوريا، عنده سوالينج بري اوربيتال اوديما، ما ادري شنو هالسوالف. نحط ببالنا اول ديفرنشال هو المينيمال تشينج ديزيز اللي هو يعني مينيمال تشينج تايب اوف نفروتيك سيندروم. زين هو الموست كومن كوز اوف نفروتيك سيندروم ان تشيلدرن، بالتالي and therefore renal biopsy is not usually required unless the patient failed to respond to high dose glucocorticoid therapy. شوفوا قلنا قبل شوي إذا جينا case presentation مالته typical of nephrotic syndrome هو children، احنا نحط ببالنا أول differential هو شنو، هو minimal change disease، ونعالجه على أساس هذا الديزيز. يعني هو شنو علاجه، هذا يستجيب يعني بشكل كل زين للستيرويدز. بس إذا مثلا علاج فشل أو يعني بقت عند الأعراض أو شوف شنو، بالتالي ها طبعا هنا قلنا إيه فنعالجه احنا. سوري شوي صارت خربطة. المهم قلنا هسه اجانا كيس typical presentation of nephrotic syndrome وهو children، انا راح افكر رأسا بالminimal change disease، ما يحتاج اسوي biopsy، تمام؟ لان هو most common cause، فابدي اعالجه رأسا. اعالجه بشنو؟ بالستيرويد. اذا فشل العلاج مالتي يلا ذاك الوقت اسوي له biopsy حتى اعرف ممكن يعني ممكن يكون تشخيصه مو nephrotic، تشخيص غير شيء، حتى اعرف شنو السبب مال presentation هاي، تمام؟ similarly most patients with diabetes presenting with nephrotic syndrome will have diabetic nephropathy and the renal biopsy is usually not performed. نفس الفكرة مال minimal change disease unless the course of disease is atypical rapidly increasing proteinuria or rapidly decline renal function. So the management of nephrotic syndrome should be directed at the underlying cause. زين عندنا بعد شنو النهاية النوتس، هاي أشياء يعني شلون حلوة نحطها ببالنا. قلنا هاي children minimal change disease، هاي ثالث مرة نعيدها، تمام؟ حتى نحطها ببالنا. بعد عندنا الكانسر، عادة كانسر مال solid organs مثل colorectal cancer، هذا يمشي بالmembranous nephropathy. وعندنا ذول المحبابين المخوش أوادم جماعة الايف دراج ابيوزر الايدز، يصير عندهم focal segmental، هو ما اسمه هذا مخربط يعني focal segmental شنو. فا هسه إن شاء الله بعدين ناخذهم شرحة، بس المهم يحطوا بالكم هذا اسمه مخربط، فيمشي الناس مخربطين جماعة الإيدز والآي في دراج أبيوز، خاصة جماعة ال شو اسمه
هيروين ابيوز زين. وعندنا بعد النون ستيرويدال ممكن يسوي لنا مينيمال تشينجز، ممكن يسوي لنا ميمبرينس نيفروباثي زين. نيجي هسه السيمتوم مال نيفروتيك سيندروم، هي تقريبا كلها حكيناها ما حشوفه في شيء غريب. احنا مو قلنا حيصير عندنا هايبر كوليستروليميا او ما قلنا يمكن اوكي لا ما قلنا بالنيفروتيك سيندروم احنا مو راح يصير عندنا بروتين يوريا اوكي في الليفر ككومبنساتوري ميكانيزم، راح يقوم يصنع بروتين بشكل اكثر من الطبيعي حتى يعوض الهايبو البومينيميا اللي قاعد يصير عنده والهايبو بروتينيميا. بس الليفر هو يجي كحلة عماها وما راح يصنع بس يعني بس البومين، راح يصنع بعد هواية بروتينز منها اللايبو بروتينز اوكي. فبالتالي يصير عندنا هايبر كوليستروليميا خاصة LDL كوليسترول، فيؤدي لهايبر كوليستروليميا. فبالتالي ممكن يصير عندنا يعني اهل نيفروتيك سيندروم اللي هو عندهم اكزان فيلاسما لاني ماكو هاي الليبيد ديبوزيت تكون يم العين، واكزان فوماتا اللي هي تكون اماكن المفاصل بالايد زين. كذلك اهل نيفروتيك سيندروم يعني ممكن يصير عندهم هايبر البومينيميا، بالتالي ممكن يصير عندهم تايردنس ولوكونيكيا وبعد قلنا يصير عندهم بيري اوربيتال اوديما، ممكن كذلك اسايتس بريفرال اوديما، ممكن عندهم بريفلسنس بسبب البلناري اوديما والبلورال افيوجن، وماتهم يورين قلنا يسموه فروفي يورين او فومي يورين بسبب البروتين يوريا. وقلنا مايكروسكوبيكلي راح نشوف هاي الفاتيكاس اللي هي جايه من الهايبر كوليستروليميا اند ليبيد يوريا تمام. فهسه قبل ما ننتقل للديزيز تيبيكالي بريزنت وذ نيفروتيك سيندروم راح نلخص اشياء حكيناها. هسه احنا قلنا عندنا في شيء اسمه نيفروتيك سيندروم، هاي السبب بي يعني شنو ليش يصير بيها دامج تو بودوسايت، شنو اسباب هذا الدامج، ممكن تكون يعني اميون ميدييتد، ممكن تكون صار انجري لها، ممكن تكون ميتابوليك ديزيزز انهارت ديزيزز وات ايفر زين. ايش راح يؤدي دامج تو بودوسايت وبالتالي بروتين يوريا وذن التبعات مالتها زين. The disease typically present with a protein urea. Disease typically present with nephrotic syndrome. تشمل نقلنا عندنا خمس أنواع، عندنا minimal change disease، وعندنا focal segmental glomerular sclerosis، وعندنا membranous nephropathy، عندنا بعد amyloidosis and diabetic glomerulonephropathy. زين. نجي واحد واحد. أول شيء minimal change disease. تذكرون هذا قبل شوية ذكرناش قلنا عنه هذا أبو تشودرن تمام، هاي شيء ما ننسى. also known as lipoid nephrosis يعني لأنه شلون يعني أكو هايبر ليبيديميا تجمع هنا الليبيد. most common cause of nephrotic syndrome in children هاي شيء قلنا often يكون primary، هاي قصد برقم واحد هاي يعني قصد primary في أما يكون سبب مات idiopathic أو ممكن يعني triggered by recent infection immunization يعني vaccination or immune stimulus في البي ستينج، أو rarely يكون secondary to other يعني disease secondary to systemic disease هيك قصدي بالsecondary مثلا الليمفوما زين. والبرايمري ديزيز احنا عادة طبعا يعني دائما نحكي عن العلاج مال البرايمري، لأن السكندري علاج يعتمد يعني بشكل كبير على الكوز مالته. يعني أنا سكنت لنفوما عاجل لنفوما لازم أول شيء حتى أعالج الديزيز مالتي، أما البرايمر عاتن يعني عالجو ويا الستيرويدز أوكي. فهنا بالنسبة للمينيمال تشينج ديزيز البرايمري ديزيز has excellent response to corticosteroid تمام زين. احنا ممكن تذكرون قلنا عن هاي ديزيز أو قلنا بصورة عامة، قلنا احنا بصورة عامة اي glomerular disease من عندنا شخص شلون نشخصه رينال بايوبسي. بس قلنا إذا جانا تشولدرين وعنده يعني الساو السيمتوم مال نيفروتيك سيندروم عادة نبدأ علاج رأسا، نتوقع أن الكوز هو مينيمال تشينج ديزيز. إذا فرضا يعني شلون اضطرينا أن نسوي بايوبسي، فإحنا من ناخذ رينال بايوبسي راح نشوف بيها يعني شلون نشوف ثلاث أشياء. أول شيء نستخدم اللايت مايكروسكوب نشوف بي الجنرال تشينج. هنا بالمينيمال تشينج ديزيز نشوف نورمال جلوميرولار، لهذا السبب يسموه مينيمال تشينج اوكي. هاش يميز عن باقي يعني عن باقي الانواع انه هنا باللايت مايكروسكوب نورمال جلوميرولار اكسبت ممكن اكو ليبيد مي بي سين ان البروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول سيلز، لهذا السبب انهم يسموه ليبويد نيفروسيس زين. بالاميون فلوريسنت هاي نشوف بها مثلا السوالف مال انتيباديز اميون كومبلكسز، ها
هاي ايمون جلوبولين هاي هيك غلط، هو اصلا شنو الفرق عن الانتي بوديز. المهم هاي بأميوني فلوريسنت، وعندنا بعد بالالكترون مايكروسكوب هذا نشوف بي ديتيلد اركيتكتشر اوف ذا جلوميرولس. فهنا ايش راح نشوف؟ هاي مهمه، هاي تندرخ افيسمنت اوف بودوسايت فوت بروسيسز، يعني صار بيها دامج اند فلاتنينج. اوكي هاي عباره مهمه. فهسه هاي شنو؟ هاي كملخص للمينيمال تشينج ديزيز. نجي هسه هاي سم نوتس فروم ديفيدسون، يعني تقريبا نفس الحكي. اول شيء يقول انه minimal change disease occur at all age but account for most cases of nephrotic syndrome in children. تمام، representation is with nephrotic syndrome وش typically is severe. ليش دخل بدايش؟ قلنا اكو في الجدول هذا، تذكرون نرجع لهذا، قلنا اكو فيلمنت representation مال nephrotic syndrome اللي تكون severe وصدن onset. كان تشملنا شنو؟ minimal change disease والprimary focal segmental glomerular sclerosis. تمام، فهنا نقول لنا انه typically يكون سيفير وبس يتعالج ويا هاي دوز glucocorticoid therapy، يعني هذا بالنسبة للبرايمري ديزيز اللي هو هذا الدوز مالته نستخدم به بوديزولون. ونقول استجابة العلاج تكون اقل بالolder patient. Some patient who respond يعني اكو patient يكون ماتهم response incompletely يسمون glucocorticoid resistant، او انه يساعدهم relapse frequently يحتاجون دائما يظلون على glucocorticoid therapy. زين بالنسبة لصاعدنا glucocorticoid resistance in children معناته نحتاج نسوي renal biopsy حكي حكينا. زين to exclude an alternative diagnosis. زين بس إذا كان إنه but if minimal change is confirmed so genetic cause should be considered and genetic cause the minimal change disease. also يعني minimal change disease عادة ما إنه قلنا يعني أغلبها خاصة primary يستجيب زين للglucocorticoid therapy فtypically does not progress to CKD. عكس داخل أنواع في ما هسه راح نشوفها but can present with a problem related to the nephrotic syndrome and complication of a treatment. زين اكو نقطة يعني شغلة مهمة بعد انه ذول يساعدهم يعني ذول اهل minimal change disease يساعدهم في شي يسموه selective protein urea، يعني يخسرون mainly البومين. هذا الشي يميزه عن باقي الانواع من ال disease اللي present with nephrotic syndrome. زين ثاني واحد ثاني disease هو focal segmental glomerular sclerosis. تتذكرون ايش قلنا عليه؟ هذا كان اللي هو مخوش ادمي المخربط. زين انضافت له شغله لخن هو حظه مسخن، حسنا نعرف ليش. زين نعم دي يقول فوكال، شنو قصده بكلمه فوكال؟ قصده انه يعني some glomeruli are affected، يعني فرضا عندنا فد 100 glomeruli اقل من 50 من عندها affected. تمام فرضا 40 وحده من عندها affected. من يقول segmental يعني هاي ال 40 وحده affected مو كلها، مو الوحدايه مو كلها affected، يعني شلون تفهمون افكت؟ يعني segmental معناته افكت portion of glomerulus، يعني الوحدة مو كلها affected. فهو هذا المخربط focal segmental glomerular sclerosis يعتبر most common cause of nephrotic syndrome وين بالafrican american and hispanics. ممكن يكون idiopathic primary idiopathic or secondary to other diseases مثل قلنا هو هذا مخوش آدمي في HIV infection heroin abuse massive obesity وحظه مسخم. ليش؟ بسبب وجود congenital malformation. واكو اسباب اخرى ممكن sickle cell disease and interferon treatment. زين بالنسبه يعني استجابته للعلاج الستيرويد primary disease has inconsistent response to steroid، يعني شنو؟ يعني ممكن يستجيب ممكن لا، مو في ذاك كان عنده excellent response to steroid اللي هو كان minimal change. تمام فبالتالي هو انه هو استجابته علاج يعني مو تمام، فممكن progress to CKD. تمام زين بالرينال بايوبسي راح نشوف باللايت مايكروسكوب راح نشوف segmental sclerosis and hyalinosis، يعني hyalinosis معناته deposition of proteins. تمام والاميون فلوريسنت ممكن نشوف focal deposit of IgM C3 and C1. بالالكترون مايكروسكوب راح نشوف مثل المينيمال تشينج يصير عندنا افيسمنت اوف فود بروسيسز. زين بالنسبه للنوتس فروم ديفيدسون
فالـ primary focal segmental glomerular sclerosis can occur in all age group, but it is particularly common in people of West African descent in مهم ليش who have a much higher carriage rate of apolipoprotein L1 ApoL1 gene variant. شافوا انه هاي لها علاقة associated with increased risk of a primary focal segmental glomerular sclerosis. زين since heart disease is a focal process, and you have abnormal glomeruli may not be seen on renal biopsy. And ممكن انت تاخذ يعني glomeruli طبيعية تمام if only if you are sampled, leading to initial diagnosis of minimal change nephropathy. انت ما راح تشوف اكو change باللايت مايكروسكوب بين normal, فعبالك انه هذا شيء normal فتتوقع انه هو minimal change تمام. In most cases, the underlying cause is unknown in primary يعني disease, and these patients typically present with abrupt onset. في مجنة قبل شوية يكون on the onset fulminant of severe nephrotic syndrome. وهذا the primary may respond to high dose of glucocorticoid therapy, but response is rarely as rapid or complete for minimal change disease. احنا عندنا minimal change disease هو احسن واحد بيهم بالريسبونس تو ستيرويد. يجي وراها هذا الفوكال سيجمنتال ونشوف هسه الديزيز الثالث اللي هو الميمبرينس نيفروباثي هو اقل واحد بيهم, وثاني اثنيناتهم الفوكال سيجمنتال والميمبرينس نيفروباثي كان بروجريس تو سي كي دي. زين بعد يقول لنا انه الاميون سبريسيف دراجز يعني أدوية لخين في السايكلوسبورين سايكلوفوسفاميد and ميكوفينولات موفيتيول have also been used, but their efficacy is uncertain. Then a progression to CKD is common in patients who do not respond to glucocorticoid, and the disease frequently recur after renal transplantation. يعني منطقي انهم ما نعطيهم علاج اذا ما تعالجوا يعني ما استجابوا هذا العلاج راح يبقى ديزيز يعني يشتغل عندهم ويسوي فعله, فبالتالي ممكن يصير progression to CKD. وهذا بالنسبة للبرايمري. بالنسبة للسكندري قلنا ممكن يكون سكندري, قلنا ده يصير في HIV وهايبرتينشن مدري شنو. البيشنت والسكندري ديزيز typically present with more modest proteinuria مقارنة للبرايمري and rarely exhibit full blown يعني nephrotic syndrome. وطبعا دائما management مال secondary تعتمد على حسب underlying cause. زين بالنسبة للنوع الثالث اللي هو الميمبرينس نيفروباثي also known as membranous glomerulonephritis, احنا نحط ببالنا من نشوف كلمة membranous نعني بيها thickening of what? Of the glomerular basement membrane. فهذا disease حالة حال أقرانه ممكن يكون primary due to antibodies to phospholipase A2 receptor. هسه نعرف شنو هذا or secondary ممكن يكون to drugs if non-steroidal البنسلامين يستخدموا علاج ويلسون ديزيز او الجولد اللي يستخدم علاج الروماتويد ارثرايتس قبل كان يستخدموه او بسبب انفكشن HPV SCV سيفلس SLE or solid tumors اللي هاي قلناها الدهنوح جناها ويا النوتس كان اكو قلنا انه المينيمال تشينج اكثر شي بالتشيلدرن وقلنا الميمبرينز اكثر شي يعني من اسمع solid tumors اتوقع ان الكوز مال وين شخص عنده solid يعني عند solid tumor صار عند glomerular disease نتوقع انه نوعها حيكون membranous nephropathy. قلنا هذا عنده poor prognosis مقارنة بالبقية ويعني poor response to steroid may progress to CKD. هنا ايش راح نشوفها من باللايت microscopy ان راح نشوف عندنا glomerular basement membrane thickening وبالimmune fluorescence راح نشوف عندنا granular due to immune complex deposition. بالالكترون مايكروسكوبي راح نشوف عندنا سبايك اندو ابييرنس اوف سب ابيفيليال ديبوزيت. طبعا هاي اميون كومبلكس اذا حيصير بها ديبوزيشن سب ابيفيليالي وين يعني وين بالضبط بين البودوسايت والجلوميرولار بيسمنت ميمبرين. ان هي البودوسايت صار بالابيفيليوم جوا هو هذا فبيناتهم سب ابيفيليال يعني بيناتهم راح يصير ديبوزيشن. زين شي يقول ديفيدسون ان membranous nephropathy is the most common cause of nephrotic syndrome in Caucasian adult. It's caused by antibodies, usually called auto antibodies, directed at an antigen expressed
on the surface of podocyte, including the M type phospholipase A2 receptor 1. زين فهاي موجودة على السيرفس من البودوسايت ساعتكم عندنا أوتو أنتيباديز تهاجمها. While most cases are idiopathic, a proportion are associated with other causes such as ممكن heavy metal poisoning, drug, infectious, lupus, and tumors. Approximately one third of patients with idiopathic membranous nephropathy undergo spontaneous remission, three of whom spontaneous remission. يبقون الثلثين ذولا يبقون بحالة نفروتيك ستيت وأكو ديفلوب سي كي دي. وهاي دوزز اوف جلوكوكورتيكويد اند سايكلوفوسفامايد مي امبروف السيمبتوم والنفروتيك سيندروم. بس عموما يعني الريسبونس تو ثيرابي والبروجنوسيس هنا يعتبر بور مقارنة باقي التاسمان ديزيز. زين عندنا الاميلويدوسيس, هذا الاميلويد هو عبارة عن فد بروتين يصير بي ديبوزيشن, يعني هو في السيستم ديزيز الاميلويدوسيس يصير ديبوزيشن هذا البروتين تشي مختلفة من ضمنها الكدني, والكدني تعتبر the most commonly involved organ. زين وباللايت مايكروسكوب راح نشوف هاي في الشيء اسمه ابل جرين باير فرنجنز بسبب الاميلويد ديبوزيشن وين بالمزنجيوم, والمزنجيوم هذا في شوفوا هاي صورة محاضرة الباثو, هذا اخضر هو هذا نفسه هنا موجود, هذا يعني مسؤول شلون يسوي سبورت للجلوميرولاس. زين بقى اخير شيء عندنا ديابيتيك جلوميرولو نفروباثي يعتبر most common cause of end stage renal disease in United States. هو اللي سألنا عن هايبرجلايسيميا, واتوقع باقي الميكانيزم احنا ناخذها ويا الدي ام من ناخذ اندوكراين. عموما هو يسألنا جلوكوز ديبوزيشن بالتشو, هذا حيسوي مزنكايمال expansion و glomerular basement membrane thickening و eosinophil nodular glomerular sclerosis, وهي في الشي يسمو كيمول ما عرف شنو ويلسون ليجن. في الليجن شوف اتوقع يعني هو باللايت مايكروسكوب, هاي في الشي مميز للناس من حفظه للديابيتيك glomerular nephropathy. وهاي هنا اكو شي مهم قلنا انو early detection of diabetic nephropathy is accomplished by screening for microalbuminuria, which is defined as 30-300 milligram per day in 24-hour collection urine. هاي شنو نعرف احنا انه نكون اخذنا urine analysis. زين من ضمن الاشياء كان نسويها يعني هو dipstick test اللي كان detect اذا اكو بروتين باليورين. عموما هو dipstick detect يعني من يكون عندنا في كمية كبيرة من البروتين حوالي 500 ملغرام او 800 ملغرام, فيعني ما راح يقدر يسوي ديتكشن للمايكرو البومين يوريا. زين احنا نحتاج انه ندور نلقى المايكرو البومين يوريا خاصة بحالة الدي ام, لان هذا الشيء راح يفرق لي بالبروجنوسيس. فشلون اسوي فشي يسمو 24 اور كولكشن ماي يورين, يعني يجمع الشخص مات يورين خلال 24 ساعة ويفحصوه ويشوفون. فتعريف المايكرو البومين يوريا هو أنا عندي البومين باليورين بين 30-300 ملي جرام بير دي. زين اذا يعني انا شخص فالشخص مريض عنده دي ام دا اراقبه وسويت له هذا التحليل وعرفت شفت انه عنده هاي المايكرو البومين يوريا, فابدي ويا اي سي وارابس. هاي الشيء راح يفرق لي بعدين بالبروجنوسيس يعني يعني سلو بروجريشن تو ديابيتيك جلوميرولار نفروباثي وبالتالي يعني السي كي دي. وأخير شيء هذا جدول من ديفيدسون يعني شلون يلخص بذني السوالف نشوفها بالنفروتيك سيندروم. كل حكينا الهايبر هايبو البومينيميا, الصوديوم ريتينشن, هايبر كوليستروليميا, الهايبر كوجلابيلتي, والانفكشن اللي تحبون. يعني قبل ما نختم هاي المحاضرة هنتطرق لمجموعة من الكيسات. زين عندنا هاي أول كيس, قلنا إنه عندنا فيميل عمرها 55 سنة come to the physician with swelling okay around her ankles and face that has progressively worsened over the last 1 to 2 months. زين the patient has a positive 2 bilateral pitting edema in the lower extremities, trace edema in the upper extremities and periorbital edema. هسه احنا اول شيء نجي هاي المريه عندها swelling, شو ممكن تكون اسباب ما swelling؟ عندها bilateral pitting edema, ما
مادام بايلاترال مادام بتك احنا عادة نحط الدفرنشيال يكون يا اما عندها ليفر فيلر مشكلة بالليفر، يا اما هارت فيلر، اما عندها مشكلة بالكدني. زين فسنجي راح نشوف شلون هو يعني شلون سوى مجموعة من الفحوصات وها حتى توصلوا شنو الكوز من هاي الأديمة. اول شيء سووا كارديو بلونري اكزامينيشن از نورمال، شكوا انه ممكن عندها هارت فيلر، سووا اكزامينيشن شافوا اكزامينيشن نورمال، بس احنا استثنينا الهارت، بقى عندنا يا اما ليفر يا اما كدني. Laboratory evaluation show a serum creatinine level of 2 milligram per deciliter and an albumin level of 2.8 gram per deciliter. يعني normal creatinine تقريبا يكون من 0.68 إلى 1.36. فهنا عندنا الكرياتينين صاعد، هذا الشيء قربنا لأنه إحنا عندنا مشكلة وين بالكدني. والالبومين level normal هو يكون اعتقد 3.5 ل 4.5 تقريبا هالحدود، فهنا 2.5 معناتها هو نازل. زين عندنا هايبو معناتها عندنا هايبو البومينيميا، معناتها هنا شنو انه الكوز مال الاديما هو الهايبو البومينيميا. تمام، يعني هنا عندنا يعني شلون انه ديكريز، احنا نكون ماخذين اسباب الاديما اما ديكريز هايدروستاتيك بريشر، ديكريز اونكوتيك بريشر، انكريز كابيلاري بيرميابيلتي، ما ادري شنو. يعني الكوز مال الاديما هو هايبو البومينيميا. هسه احنا قلنا عندنا بايلاترال فيتنج اديما، زين، والهارت هو يعني ما له علاقه الموضوع، طلعنا قلنا يا اما ليفر يا اما كدني، قلنا هو هي المشكله هايبو البومينيميا. زين هسه ورا احنا قلنا انه سيرم كرياتينين يعني صار هالشيء دي قربنا من الكدني فيلر، احنا ما راح نتاكد اكثر انه يا ترى هل هي هاي الهايبو البومينيميا سبب مالتها هو الكدني، يعني عندها فيها في المشكلة تزداد معناتها شلون تطلع بروتين أكثر باليورين، لو المشكلة بالليفر ما دا يصنع. زين فسوينا يورين أناليسز، شفنا بيورين أناليسز شفنا بوزيتيف فري بروتين يوريا وذ نو هيماتوريا أور كاست. بوزيتيف فري بروتين يوريا يعني تقريبا عندنا يعني شلون أكثر من 3000 ملي جرام بيرليتر، يعني تقريبا يعني هاي الرينج، خاصة من يقول لو نو هيماتوريا ونو كاست وهاي تمشي ويا الرينج مال نفروتيك سيندروم. اوكي بهاي بروتين يوريا اكدت ان احنا عندنا مشكلة بالكدني وليس بالليفر. زين لو عندنا مشكلة بالليفر ما صار عندنا بروتين يوريا، يعني احنا اصلا ما عندنا بروتين. هنا السيرم كرياتينين ليفل بروتين يوريا اكد لي انه انا وين مشكلتي بالكدني. زين ومني شنو هي المشكلة؟ هي مدام انه عندي بروتين يوريا هالرينج العالي نو هيماتوريا نو كاست فاشي يمشي من النفروتك سيندروم. فاحنا مدام عندنا يعني نشك بالنفروتك سيندروم نشك بجلوميرولار ديزيز، قلنا عادة نسوي بايوبسي. فسوى بايوبسي شافه باللايت مايكروسكوبيك اكزامينيشن، هذا اسم الغريب اللي تذكرون قلنا هذا وين نشوفه، قلنا نشوفه من عندنا دي ام يعني ديابتك نفروباثي. تمام، فإذا هاي الفيميلاش عدها ديابتك ديابتيز مالتس. تمام، الكيس الثانية عدنا 24-year-old woman come to the office for evaluation of joint pain, fatigue, edema and weight gain for the past 4 weeks. زين she has no previous medical condition except for recurrent oral ulcers. The patient takes no medication and does not use tobacco, alcohol or illicit drug. Blood pressure is 130/80. أشياء صاعد and pulse is 80. Examination show oral mucosal ulcers, facial puffiness, positive free peripheral edema, swelling erythema and tenderness are noted over the bilateral metacarbophalangeal and proximal interphalangeal joint. Cardiopulmonary examination revealed no abnormalities. 24-hour urine protein excretion is 4.5 gram. Serum anti-nuclear antibodies are present. Kidney biopsy show glomerular capillary wall thickening with no increase in severity. When the sample is stained with methionine silver, irregular spike protruding from the glomerular basement membrane are seen. The patient most likely has which of the following condition. أسأكو هذا السؤال بكم كلمة يعني تخلينا إنه إحنا تقريبا يعني نعرف الجواب 90% اللي هي هاي. أول شيء الأورال ألسرز
زين عندك هاي اهم شيء هاي الانتي نيوكليير انتي بوديز ار بريزنت والسبايك لان ذكروا ما شفناها الانتي نيوكليير انتي بوديز كان يعرفها هاي مع اس ال اي زين والاس ال اي كان احد اسباب يسويها يا نوع من انواع الديزيز اللي بريزنت وذ نيفروتيك سيندروم اتذكرون كان يسوين الممبرينوس نيفروباثي كذلك كان نشوف بها هاي الريجولار سبايك يسموها كان سبايك دوم او شيء دي كانت بسبب الصب ابيفيليال ديبوزيشن اوف اميون كومبلكس تمام بس انا خلاص يمكن كلنا بالسؤال عرفنا الحل اللي هو اف ميمبرينس جلوميرولوباثي راح يعني شلون نرجع ناخذ كيس مره ثانيه شوف ايش قايلنا بيها اول شيء او نشوف يعني حتى جوابنا صح ولا لا او شلون يعني اشياء اللي ساعدتنا بالوصول الى هذا الجواب عمرها 24 سنة وفيميا نعرف احنا ان الاوتوميون ديزيز عادة تكون عمر 20-40 سنة وعادة تكون بالفيميا تمام جوينت بين هاي ان شاء الله اتوقع سنة الاخرى ناخذ SLE بس لان هي جوينت بين ulcers كل السوالف مع SLE وفتيق واديما وويت جين فور ذا باست 4 ويك she has no previous medical except for recurrent oral ulcers قلنا هاي take no medication مدري شنو blood pressure high or oral mucosal ulcers عندها بالإضافة إلى هاي oral ulcers وعندها ال joint pain هنا قالنا عندها tenderness وش اسمه erythema swelling بال joint عندها همين facial puffiness وعندها أديمة فا هما شنو فنش هم سووا cardiopulmonary examination هتعرفون شنو cause ما هاي الأديمة شكوا في heart problem شافوا إنه ماكو أي problem بالheart وراها جمعوا البروتين باليورين لأن توقعوا إنه هي هاي يعني أعراض ما تهمها الـ SLE وعمرها مناسب يعني للـ SLE زين فإنه هذا الـ SLE ضرب الكدني عندها وبالتالي مسوي لها نيفروتيك سيندروم زين شكوا إنه ممكن نيفروتيك سيندروم إنه بسبب هاي وجود الفيشل بافينس البايلاترال أديما أو يعني ممكن نيفروتيك أو نيفروتيك سيندروم المهم ف فجمعوا البروتين شافوا هالقد واصل 4.5 اكثر من 3.5 فهذا الشيء وصلنا انه هي هاي شنو نيفروتيك سيندروم بسبب الاس ال اي وتاكدوا من الاس ال اي وجود هاي انتي نيوكليير انتي بوديز ار بريزنت تاكدوا من عندها وراها اخذوا كدني بايوبسي دام احنا قلنا عندنا جلوميرولار ديزيز ناخذ كدني بايوبسي حتى نشوف ايش بيه شافوا هاي السبايك هي تمشي ويا الميمبرينوس نفرو بافي تمام ان شاء الله هاي الكيس واضحتكم هاي فيميل من الكيس الأشياء أعطانا إياها حتى مكانها نعرف الحل هي فيميل عمرها 24 سنة زين وعندها oral ulcers recurrent oral ulcers عندها joint pain وعندها بالإضافة إلى ذلك عندها facial puffiness وعندها peripheral swelling زين فبداية حد حاول يعرفون شنو الكوز مال هذا swelling سووا cardiovascular examination شافوا إنه ماكو شيء بعدين لجأوا لليورين جمعوا البروتين زين حتى يشوفوا هاي صاير عندها نيفروتيك سيندروم ما دام اكثر من 3.5 فهاي نيفروتيك سيندروم زين وتاكدوا من تشخيص الاس ال اي من خلال البريزنت اوف انتي نيوكليير انتي بودي بالسيركوليشن شو كانت هاي الكيس واضحه لكم زين الكيس الثالثه عندنا فيميل عمرها 41 سنه از بين ايفالويتد فور بيريفيرال اديما The patient has gained 6.5 kilograms over the past 8 weeks. Her urine is frothy. She has no other medical problem and take no medication. Then, the patient does not use tobacco, alcohol or illicit drug. Blood pressure is 194. يعني تقريبا ذات hypertension. And pulse as if money examination show generalized edema. Heart sound are normal. The abdomen is soft and non-tender. Serum creatinine is 1.1. Urine analysis show positive for proteins of multi-free leukocyte and oval fat bodies. Then you show it. Serum contain IgG4 antibodies to the phospholipase A2 receptor, a transmembrane protein abundant on podocyte. Yeah, شافوا إذا هذا موجود. Which of the following is the most likely diagnosis? إحنا من آخر سطر. احنا عرفنا نتذكر ما شفنا هذا الفوسفولايبيز الانتيبوديز تو فوسفولايبيز اي 2 وين شفناها ويا الميمبرينوس نيفروباثي تمام فاحنا من اخر سطر بدنا نقرا حتى هاي الكيس كلها عرفنا شنو الحل هسه نرجع نشوف شنو هاي الكيس هي هم فيميل عمرها 41 سنه
جتي عندها بريفرال اوديما زين وجيند 6.8 كيلوغرام. ليش ممكن مسبب فلويد ريتينشن يسالهم يا جماعه النفروتيك سيندروم اعتبرها هاي كيس مالتنا نفروتيك سيندروم فالفلويد ريتينشن اللي يصير عندهم والاوديما بالتالي اللي يجمع عندهم فلويد فبالتالي يصير عندهم يعني شلون ويت جين زين. يوم ما تفروثي قلنا هاي حكايه ذكرون شفناها بالنفروتيك سيندروم يعني قلنا ايش تصير بسبب كميه البروتين هوايه موجوده باليورين فيكون اليورين يعني بيشون في الرهوه زين. ما تبلد برجع قلنا هاي بعد يصعد بعد بداياته واكزامينيشن قلنا جنرالات اديما وكذلك شاف عنها اديما حاول تاكدون ما تركوز انه هارت فد هارت نورمال زين. السيروم كرياتينها بعد الحافه دي يصعد. اليورين اناليسز شو بوزيتيف فور بروتين يعني تقريبا هي هاي تمشي وين نفروتيك رينج قلنا اذا بوزيتيف فري تقريبا 3000 ملي جرام فهنا اكبر منها يعني جزء 4000 في الحدود ملي جرام فبادي يعني تمشي وين نفروتيك رينج. اللوكوسايت هاي نورمال يعني هاي تقريبا اب تو 5 لوكوسايت بالهاي باور فيلد تعتبر نورمال فما في مشكله يعني. اوفال فات باديز هاي نشوفها بيورين اناليسز تذكرون قلنا عليها ذني الكاست الفاتي كاست هاي صيحة نفروتيك سيندروم من يصير عندنا الليبيد يوريا زين. والبعدين سووا هي مال يعني شافوا لقوا بالسيرم اكو IgG انتيبوديز فعرفوا ان السبب مالتها هو الميمبرينس نفروثي زين. الكيس الرابعة عندنا 5-year-old boy is brought to the office by his mother who notes that her son eye and feet have looked puffy over the last several weeks. She is unaware of exactly when this began but says the patient had a mild upper respiratory tract infection several weeks ago. The boy has no pain but mentioned that his shoe seemed to fit tightly and bother him, especially when he runs outside during recess at school. The mother also remarks that the boy's urine has been excessively foamy recently. On further questioning, the mother states that she has seasonal allergies and asks whether her child also has allergies. Physical examination is remarkable for periorbital edema and lower extremity edema. Urine analysis show positive for protein urea but is otherwise unremarkable. Which of the following secondary change is most likely in this patient? زين. فهنا اللي يسألنا شوية سؤال مختلف من تشخيص الحالة. ريد شنو change اللي ممكن يصير عند هذا البيشنت. احنا لازم نعرف اول شيء شنو التشخيص من هذا البيشنت حتى نعرف شنو change. زين. هسه هو سوى 5-year-old boy زين اجى امه لاحظت انه عنده بافنس around the eye وعنده يعني كذلك swelling مالت الليج اوكي وكان عنده قبل mild upper respiratory tract infection. شوف احنا بنشوف هيجي كيس عنده قبل mild upper respiratory tract infection زين واجى عنده swelling هو child وجى عنده swelling اللي هو periorbital swelling ويعني leg swelling وما ادري شنو. نفكر بالminimal change disease. ليش تذكرون احنا ايش قلنا minimal change disease هو most common يعني type of nephrotic syndrome اللي يصير بالصغار بالchildren هاي شغله ثانيه. كان احد تذكرون كان اسباب النيفروتيك سيندروم ممكن يكون يعني due to recent infection زين. فهاي الشيء هاي عبارة حطها ببالنا من نشوف هيك عندنا upper mild upper respiratory tract infection قبل نتوقع انه ممكن هذا هو child ممكن صار عنده nephrotic syndrome زين اللي هي minimally change disease زين. وهنا عندي روح انه الboy لاحظ انه هاي انه رجله متفوت مات يعني mention that his shoes seem to fit tightly and bother him ضوجة زين especially when he run outside during recess to school. وبعد الأماية لاحظت باليورين ماتن وصار فومي recently قلنا هاي الفومي عند بروتين يوريا بكمية كبيرة تمشي ويا النفروتيك سيندروم
والإكزامينيشن قلنا شفنا بي بري أوربيتال أوديما لور إكستريميتي أوديما نسوينا اليورين أناليسيس شافوا بوزيتيف 4 بروتين يوريا قلنا هاي البوزيتيف 4 عادة تمشي من النفروتيك رينج زين. Which of the following secondary change is most likely in this patient؟ هسه هذا البيشنت شخصنا هو ايش عنده؟ عنده نفروتيك سيندروم تمام؟ زين نجي نتوقع شو يصير عنده؟ decrease liver albumin synthesis؟ طبعا لا، لانه هو اصلا البيشنت يعني هو ده يحاول الليفر راح يحاول يعني يصنع يحاول كومبنسيت بس ما يقدر لانه قاعد يخسر نفس الوقت، بس مو يعني هذا الشيء انه راح يقلل الليفر من تصنيع البروتين، بالعكس راح يزيد التصنيع. decrease plasma aldosterone level هم لا، اصلا احنا قلنا بالنفروتيك سيندروم بسبب انه يعني يقل عندنا الفينوس ريتيرن للهارت بالتالي يقل الجلومير فلتريشن ريت، هذا الشيء راح يشغل لنا رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. زين انكريز كابيلر كوتيك بريشر، احنا فقدنا البومين نساعدنا اصلا بروتين يوريا بعديها كوتيك بريشر فهي عباره غلط. انكريز ليفر لايبوبروتين سينثيسيس اي صح، ذكرون قلنا الليفر راح يقوم يكمبنسيت للبروتين يوريا الصاير عندنا فيقوم يصنع يعني بروتينز بس هو جاي كحلها عماها راح يصنع اشياءات لخي بالاضافه الى الالبومي منها اللايبوبروتين بالتالي يسوي لنا هايبر كوليستروليميا. انكريز رينال صوديوم ويستنج ايضا لا، انه الرينين انجيوتنسي الدوستيرون سيستم متفاعل يمنا اللي راح يسوي صوديوم اند ووتر ريتينشن. عندنا الكيس الخامسه 7 year old boy is brought to the office due to swelling of the hand and feet. زين 2 weeks ago the patient was treated for anaphylaxis following a bee sting. هنحط جواها خط. زين during the past 10 days he has had a progressive hand and foot swelling and his veins feel tighter than usual. زين the patient urine has also become frothy. examination show periorbital edema and beating edema of the hand and feet as well as mild ascites. Lung are clear to auscultation. Urine analysis result are as follow: the protein positive 4, blood negative, glucose negative, ketone negative, white blood cell 1 to 2 per high power field, red blood cell 1 to 2 per high power field, cast hyaline and nigohyaline cast and renal biopsy of this patient. السؤال يكون إنه renal biopsy of this patient would most likely show which of the following microscopical finding، مطين ذي المجموعة يعرف شنو الحل. زين نجي إحنا نفسر هاي الكيس. وأنا تقريبا هي الكيس حلت نفسها من قلنا هو child صار عنده bee sting بس إحنا راح نحاول نفسرها. بس هو child إجى عنده office عنده swelling of the hand and feet. زين وهاي البيستينج اللي احنا وين شفناها الحكايه شفناها ويا المينيمال تشينج ديزيز واللي هو هم تيبيكال بالعمر مات او يعني مو تيبيكال بس انه العمر مات شكينا بنفروتيك سيندروم فحيكون مينيمال تشينج ديزيز. زين اخر 10 ايام بتصعد البروجريسيف اديما بعدين لاحظ انه مات البنطلون فيل تايتر يعني دان يوجوال قام شلون يضب علي شوية سمن وبيكام فروثي قلنا هاي فروثي ويا من تمشي همي ويا نفروتيك سيندروم بسبب بروتين يوريا سيفير بروتين يوريا. examination قلنا هاي بري اوربيتال اوديما هاي تمشي همي ويا نفروتيك سيندروم بيتينج اوديما and mild ascites. باليور analysis شفنا بروتين positive 4 هاي تمشي همي ويا نفروتيك رينج لان يكونها نيجاتيف وعندنا RBC WBC هاي تعتبر ضمن يعني النورمال رينج فماكو فد مشكلة. والكاست شفنا الهيالين كاست هاي الكاست صراحة يعني بعتبر شون يعني نون سبيسيفيك كاست ممكن شوية بدي هايدريشن بس يعني بصورة عامة هي مو كلش سبيسيفيك. فهسا احنا من البيستين قلنا وباقي الأعراض يعني باقي الأعراض كلها تدل انه مادام هو تشايلد وجا عنده ذني بير أوربيتال أوديما وليك أوديما والسايتس ويور مات فروثي وهاي كلها تمشي هاي السوالف وشوفنا عنده بروتين يوريا تمشي كلها ويا انه عنده جلوميرولار ديزيز
وهنا هاي البروتين سوي 24 hour collection راح يقولون ان هذا عنده نفروتيك رينج نفروتيك رينج بروتين يوريا. وهاي البي ستينج بتأكد لنا يعني او متأكد لنا قاعد تعطينا شلون كلو انه سببها الهاي نفروتيك هو المينيمال تشينج ديزيز خاصة هو عمره 7 سنوات. احنا دائما يعني قلنا امه دائما نسوي بايوبسي بس بايوبسي يعني خاصة اذا تشايلد وشكينا انه عنده مينيمال تشينج ديزيز. بس عموما اذا سوينا بايوبسي فش راح نشوف فايندينج من ذني السوالف. اي باللايت مايكروسكوب نشوف سيلولار بروليفريشن ان سيجمنتال اريا اصلا هي غلط يعني فبعمك ما اقدر نكمل البقيه. نشوف سيلولار بروليفريشن ويل انكريز نيتروفيل ان كابيلاريز فهم غلط. كريسنت فورميشن غلط. ديفيوز فيكنينج اوف جلوميرولار بيسمنت ميمبرين غلط. نورمال اوكي تذكرون قلنا بالمينيمال تشينج ديزيز تكون لايت مايكروسكوبي نورمال. الميون فلوريسنت يكون نيجاتيف والالكترون مايكروسكوب يكون عندنا افيسمنت اوف بودوسايت صار بيها دامج وفلاتنينج. في العبارة الصحيحة هي منو؟ هي الاي. ويانا كيس رقم 6 عندنا 21 year old women with type 1 DM come to the office for a follow up appointment. She has been using daily long acting and short acting insulin injection from the time she was diagnosed 6 years ago. The patient was seen by her ophthalmologist in Mohim 2 weeks ago and had no sign of diabetic retinopathy. She eats a balanced diet and jogs every morning for 40 minutes. On examination, the skin of her extremities is intact and peripheral pulses are palpable. Sensor examination show normal Benbrick test, vibration and temperature sensation in her lower extremities. Laboratory evaluation show normal renal function and lipid profile. The patient hemoglobin is 7%, A1C هو التراكمي. Screening for early stage diabetic nephropathy in this patient would best be accomplished by measuring the urinary concentration of which of the following substances. صراحة هاي كيس يعني مو كلش صعبة انه هي type 1 DM ودائما تراقب نفسها ويعني حتى يعني تسوي شلون مونيتورينج لحالتها وهاي عمود يعني تتجنب any complication. فيقول ان انت تدور screening for early stage diabetic nephropathy. ذكرون هذا الشيء معنا بالمحاضرة اللي احنا قلنا بالearly stage diabetic nephropathy راح يصير عندنا microalbuminuria يا تذكرون. وقلنا هذا الشيء ما يقدر نلقاه بالديبستيك فشن نسوي مع 24 hour collection دائما نكون اول دي ام الراقبة ونسوي له 24 hour collection مع اليورين to detect any microalbuminuria اللي قلنا تكون بين 30 إلى 300. إذا لقيناها يعني بعد عند early stage of diabetic nephropathy وبالتالي لازم نبدأ ويا AC وARBs حتى نقلل البروجريشن من هذا الديزيز. فهنا إيش راح نقيس؟ راح يقيس لنا هذا يعني منو يا سبستانس هو الألبومين. كيس رقم 7 21 year old male present to the physician after noticing that his urine had a frothy appearance. هذا هو ميت مرة عاد علينا. He also complained of easy fatigability and anorexia. His past medical history is significant only for an upper respiratory tract infection several weeks ago. Physical examination revealed symmetrical beating edema of the ankles, which of the following is most likely decreased in this patient. شوفوا احنا شفنا عبارة شفناها قبل شوية بس ذاك child اللي هي upper respiratory tract infection several years ago. شوفوا يجينا هاي صح هاي الكيس هو يعني شو اسمه مو child زين بس هاي العبارة من نشوفها نفكر أيضا بالminimal change disease حتى لو كان الشخص مو child. نوع minimal change disease ما يصير بس بالchild صح هو most common cause of يعني nephrotic syndrome بالchildhood بس إنه هو ممكن يصير بالadult همين تمام. فإنه هو اوكي ادلت وشفنا قرينا هاي العبارة عنده كلها هاي السوالف المرات عينه كلها مال نفروتك سيندروم عنده فروثي ابيرانس مال يورين عنده سيمتريكال بيتينج اديما اوف ذا انكلز زين. فوتش اوف ذا فولوينج از موست لايكلي ديكريز ان ذيس بيشنت
كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، انترستيشنال فلويد بريشر، لازما كوتيك بريشر، تشو لمفاتيك درينج، سيركوتري الالدوسترون ليفل. من هو عندنا نفراتيك سيندروم، متى عنده بروتين يوريا، هايبو البومينيميا، فين راح يقل هو بلازما اونكوتيك بريشر. هسه بقالنا ذني اخر ثلاث كيسات ذني سهلات. عندنا 55 year old man male with persistent proteinuria on dipstick analysis has 3.6 gram of protein in 24 hour urine collection. Which of the following disorder would account for this؟ يعني ذني السؤال يقولنا انه persistent proteinuria dipstick analysis وهل قد شافوها بال يعني 24 hour urine collection. يعني ودي يقولن هو هالشخص عنده شنو نفروتيك سيندروم تمام. Which of the following disorder would account for this؟ persistent urinary tract infection, acute tuberous necrosis, transitional cell carcinoma, chronic interstitial nephritis, or focal segmental glomerulosclerosis. من هو نفروتيك فيها من دول تمشي من نفروتيك سيندروم هي هاي. فالجواب معتنا هو اي. Question رقم 9. Which of the following abnormalities is most commonly associated with nephrotic syndrome؟ Impaired clotting, lymphatic obstruction, excessive urinary sodium loss, centripetal obesity, or hypercholesterolemia. من قرايتنا يعني ما قد أصلا نشوف باقي الخيارات أكيد يساعدهم hypercholesterolemia. زين. وآخر سؤال هو السؤال العاشر. Which of the following glomerular disease is most likely to respond to treatment with corticosteroid؟ تذكرون قلنا هو أكثر شيء استجاب العلاج هو minimal change nephropathy.